حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الحقيقة. في إثيوبيا تحتدم المعارك بشكل متسارع، ويزداد المشهد ضبابية مع استمرار النزاع بين الجيش الإثيوبي والقوات الخاصة العفرية من جهة، وجبهة تحرير شعب تيغراي وحلفائها من جهة أخرى. في إقليم أمهرة بالقرب من الحدود مع إقليم عفر تدور المعارك في محاولة من الجيش والقوات العفرية لتطويق بلدتي باتي وولديا اللتين تسيطر عليهما جبهة تحرير تيغراي، بهدف التقدم باتجاه مدينة كومبلتشا وديسيه في محافظة ولو بأمهرة. حول حقيقة الحرب الدائرة في إثيوبيا، يسعدني أن أرحب بضيفي بالاستديو الباحث في شؤون القرن الأفريقي الأستاذ جمال الدين علي. أهلا بك أستاذ جمال. حياك الله، نورتنا، سعيدنا بك. حياك الله أستاذ جمال. حول حقيقة هذه الحرب الدائرة في إثيوبيا، لمن اليد العليا اليوم في المعارك؟ طبعا هنالك أكثر من اتجاه، هنالك أكثر من حرب تدار الآن في إثيوبيا. ربما أشاهد في الأمر إعلاميا الآن بأن الحكومة قد أعلنت في أكثر من مرة، وأعلنت بأنها تقدمت في أكثر من جهة مع حليفها قوات العفر، بأنهم سيطروا تماما على كامل أراضي إقليم العفر وطردوا قوات جبهة التيغراي من هذا الإقليم، والآن المعارك تدور في إقليم الأمهرة. وهنالك معارك كبيرة تدور في كثير من القطاعات، ولكن الشاهد في الأمر إذا ما قرأت هذا الأمر على الواقع السياسي حتى في داخل أديس أبابا، هنالك ما زالت السفارة الأمريكية والسفارة البريطانية والسفارات الغربية تتحدث بأن الوضع لم يكن آمنا، ولم تكن العاصمة بمنأى من القتال ربما يصلها في أي لحظة من اللحظات. وهنالك تطور آخر بأن وزارة التربية أقلقت المدارس على مستوى المدارس الثانوية من أجل أن تتيح للطلاب أن يذهبوا ويساعدوا ربما في جبهات القتال أو يساعدوا في الحصاد، لأن معظم المواطنين ذهبوا ليدافعوا عن يعني في الحرب زي ما سماها رئيس الوزراء الحرب الوجودية من أجل وجود دولة أثيوبيا. هذا المؤشر يضاف إلى وجود أبي أحمد نفسه في جبهات القتال، يعني كانت الأمامية أو المتأخرة، هو الآن يلبس الزي العسكري وتخلى عن رئاسة الوزارة في أديس وذهب إلى جبهة القتال. هذه المؤشرات يعني توضح المشهد بصورة جلية بأن الحرب دائرة، وأن الحرب هي الخيار الوحيد المتاح الآن برغم تكلفتها الإنسانية الواسعة التي بدأت تظهر بصورة واضحة هنالك في ملايين النازحين واللاجئين الذين يتحركون في هذه المنطقة بكثافة، إذا ما قلنا بأن الحرب تدور في إقليم أمهرة وعفر والتيغراي، وهؤلاء وبني شنقول، هؤلاء ربما يمثلون أكثر من 45 إلى 50 مليون مواطن. عندما تضطرب كل هذه المنطقة وتتحرك هذه المجموعات البشرية الكبيرة ما بين نزوح في داخل أو ما بين لجوء خارج الدولة، بالتأكيد هنالك كلفة إنسانية واسعة جدا، وهنالك إصرار على حرب ربما تقضي على كثير من مشروعات. نحن أيضا نتحدث بأن هنالك أكثر من 300 مدرسة قد دمرت في 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 منطقة عفر وأمهرة والتيغراي، هنالك الكهرباء قطعت، هنالك من يتحدث بأن السد الذي يولد الكهرباء في منطقة ويغذي إقليم أمهرة قد ضربت، لا ندري هل بشكل مقصود من الحكومة أم هنالك معارك دارت بشكل غير مقصود، ولكن هنالك انهيار في الخدمات، هنالك نزوح، هنالك مجاعة تهدد أكثر من 7 مليون مواطن. هذه الحرب بهذا الشكل ليس فيها منتصر بأي حال من الأحوال، ولا يمكن نقول أن الحكومة انتصرت بهذا الشكل. يعني أستاذ جمال، أنت أعطيت صورة عامة للأحداث في إثيوبيا. نبدأ من آخر خطوة قامت بها الحكومة وهي إغلاق المدارس في العاصمة. يقولون إن هذه الخطوة معتادة في موسم الحصاد، يذهب الطلاب ليساعدوا أهليهم، هكذا يقولون.
لا ليست هي معتادة، يعني ليس له علاقة بالنزاع. لا ليس، وهي المسألة متعلقة تماما بما يدور الآن أمنيا في في في, في البلاد. وأنت تعلم يعني أثيوبيا ربما تواجه في هذا الموسم مجاعة بشكل من الأشكال، والأمم المتحدة قالت الجمعة، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة في مؤتمر صحفي في نيويورك يوم الجمعة، بأن الأمم المتحدة بحاجة إلى أكثر من 1.2 مليار دولار لتواجه الأزمة الغذائية في شمال أثيوبيا لوحدها. أنت تعلم بأن يعني إقليم الأمهرة أو الأمهرة كانوا يزرعون أكثر من 400 ألف فدان في داخل أراضي الفشق السودانية. هذا العام الجيش السوداني سيطر على هذه المنطقة، ولم تكن هذه المنطقة مزروعة من قبل المزارعين الأثيوبيين، إذن هنالك إشكالية كبيرة في الزراعة في أثيوبيا. أنت تعلم أيضا هنالك مع التغيرات المناخية هنالك جيوش من الجراد الآن تجتاح مناطق واسعة جدا في أثيوبيا. إذن لم يكن هنالك موسما زراعيا ناجحا حتى يستدعي إقلاق المدارس من أجل المساهمة في حصاد المحصول، يعني إنما أغلقت المدارس تحسبات أمنية، ترتيبات أمنية، مخاوف أمنية. في كل هذا الإطار، في كل هذا الصراع تتم هذه المسألة. وأنت تعلم أن في هذه منطقة الأمهرة والتجري هنالك أكثر من 300 مدرسة دمرت تماما، يعني هنالك أكثر من 2 مليون طالب الآن خارج النظام الدراسي. هل يعقل أن تكون هذه فقط من أجل مسألة الحصاد؟ لا أظن ذلك. يعني طيب، عندما نتحدث عن خارطة المعارك وما يحدث على الأرض، نرى أن الأمور انقلبت رأسا على عقب. القوات الحكومية فجأة سيطرت على مدن في إقليم أمهرة في عفر. ما الذي حدث خلال الأسبوعين الماضيين؟ بالتأكيد ربما الحكومة المركزية في أديس أبابا وأبي أحمد فطنوا بأن جبهة التجراي كانت قد انتصرت عليهم إعلاميا، وقد انتصرت عليهم بالحرب الدبلوماسية، وقد انتصرت عليهم بالحرب داخل المدن. ربما كانت التكتيكات العسكرية لجبهة التجري بأن تهاجم المدن ويحصل نزوح وتحصل إفراغ للمدن، والجيوش لا تستطيع أن تقاتل المدن لبعض التعقيدات الموجودة. ولكن هنالك عامل مهم جدا جدا، يعني القوات الفيدرالية كانت تقاتل عبر المشاة وتكبدت خسائر واسعة جدا. ربما العامل الأساسي الذي دخل في هذه المعركة هو العامل الجوي، طائرات المسيرة. نعم، الطائرات المسيرة كانت حاسمة جدا في هذا الأمر، وربما هي التي أجبرت قوات التجري إلى الانسحاب من كثير من المدن، وهم يعتبرونه بأنه انسحاب تكتيكي ومراجعة، يعني حتى يقوموا بهجمات وحتى يوزعوا ترتيب إعادة صفوف وما إلى ذلك. ولكن بالتأكيد أنه سلاح الجو كان حاسما بصورة فاعلة، استطاع أن يحيد كثير جدا من المدن، استطاع أن يعمل يجبر قوات التجراي أن تتراجع أو تخرج من العديد من المناطق الاستراتيجية. على الأقل نقول بأن منطقة الطريق الحيوي الذي يربط أديس أبابا بجيبوتي، وهو الطريق الحيوي الذي ينقل البضائع ويربط الميناء الرئيسي في جيبوتي بأديس أبابا وهو شريان الحياة الاقتصادية، قد أصبح آمن الآن، لم تكن هنالك خطورة تهدده. هذا ربما نجاح بالنسبة للحكومة في هذه المعركة. وهذا الأمر يتعلق سيطرة القوات الفيدرالية على بعض المناطق في عفر مرتبطة بطريق استراتيجي ربما الإمدادات التي تصل إلى العاصمة. طبعا يعني واحدة من الأهداف الأساسية لجبهة قوات التجراي كانت تريد أن تقطع هذا الطريق. نعم. الأساسي، لأنه إذا ما قطع هذا الطريق شلت العاصمة، حوصرت، حصل يعني نحن نتحدث عن هذا الطريق مقصود به الطريق إلى جيبوتي؟ لا، هو الطريق أنت تعلم أن أديس يعني أثيوبيا ليست لها منفذ بري. نعم. وليس لها منفذ على البحر، يعني على البحر. نعم، المنفذ على البحر من ميناء جيبوتي. نعم. هذا الطريق القاري يعني هو طريق للسكة حديد، وطريق يعني معبد يربط ميناء جيبوتي بأديس أبابا. نعم. ينقل كل البضائع وينقل كل الصادر وينقل كل الوارد، حياة وشريان أديس أبابا والدولة الأثيوبية كلها قائم على هذا الطريق. إذا ما قطع كان يمكن أن تحاصر العاصمة ويحصل فيها كثير من الإشكالات الأمنية والغذائية، وكان يمكن أن تسقط وتقوم فيها مظاهرات. وهذا معناها أن قوات جبهة تجراي اقتربت من هذا الطريق. اقتربت وقاتلت منذ أغسطس، كانت تقاتل في هذا الطريق حتى قبل أسبوعين،
ولكنها لم تستطع أن تسيطر عليه سيطرا كاملا، ولم تستطع أن تخنق العاصمة بالطريقة التي كانت تريدها. ربما العاصمة في فترة من الفترات قبل خروج أبي أحمد إلى المواجهات، عندما عبأ الشعب وقال بأن كل من يحمل السلاح أو يستطيع أن يحمل السلاح عليه أن يلتحق بالجبهة من أجل دحر قوات جبهة التجراي، كان يعني ذلك بأنهم يعني كانوا قريبين من الطريق، كانوا قريبين من تهديد العاصمة. وحتى يعني قوات الدفاع والمتطوعين يعني جعلوا بعض المتاريس حول العاصمة ليحموها من أي تقدم أو أي تسلل لقوات جبهة التجراي إذا ما يعني حاولت أن تتسلل إلى العاصمة. ولكن رئيس هيئة الأركان تحدث الأسبوع الماضي بأن الخطر الآن أو أديس أبابا لم تعد الآن في 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 مرمى على الأقل أو في 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 خطر من جبهة التجراي. طيب أستاذ جمال، أنت تحدثت عن كيف انقلبت الأمور لصالح القوات الفيدرالية، وتحدثت عن الطائرات المسيرة، وسوف نفصل في هذا الأمر، ولكن نزول أبي أحمد إلى الجبهة هل كان هو الأمر الذي أدى إلى سيطرة القوات الفيدرالية على مدن كانت قد سيطرت عليها من قبل جبهة تيغراي؟ هو أمر معنوي. يعني أبي أحمد عندما ذهب لجبهة القتال أو ذهب ليحمس الجنود أو ليكون مع الجنود أو ليدفع بهم إلى القتال، هنالك أمرين. الأمر الأول، إما أن أبي أحمد يعني خاف من أنه في تلك اللحظة كانت القوات الحكومية تتقهقر أمام هجمات وضربات جبهة التجراي وحلفائها، ووصلوا وخرجوا من إقليم تجراي ودخلوا إقليم أمهرة ودخلوا إقليم العفر، فربما خاف بأن هذا التدهور ربما يعني يسقط حكمه ويسقط دولته وما إلى ذلك. ولكن في العرف السياسي عند الأباطر الأثيوبيين هذا العرف موجود، يعني أن يقودوا الحرب بأنفسهم مثل ما كان منقسها لمريم أو زمان. لكن هناك من قرأ الخطوة بشكل مختلف، قالوا إن خطوة أبي أحمد بالنزول إلى الجبهة هي ربما عدم ثقة بمن يديرون الحرب من جهة القوات الفيدرالية. طبعا يعني ممكن أن تكون هذه فرضية، ولكن فرضية غير مؤثرة. هو حاول بقدر الإمكان. أنا كما ذكرت لك في بداية حديثي بأن العامل الحاسم الذي غير يعني مجريات الأمور وجعل يعني القوات الفيدرالية تحقق نصرا على الأقل إعلاميا وموجود، ولأول مرة أديس أبابا تفتح جبهة القتال للإعلام، ويذهب بعض الإعلاميون إلى المناطق ليروا أن يعني هنالك تقدم وأن هنالك قوات. كيف أثرت هذه النقطة؟ أثرت يعني بالتأكيد هو كرئيس أبي أحمد يريد أن يقدم نفسه يعني كقائد، كملهم، كبطل منتصر، يعني يقود كل يعني هو طبعا أبي أحمد عندما جاء إلى الحكم يعني وصف بكثير من الأوصاف، يعني حتى وصف بأنه هو النبي، هو المخلص، ووصف بأنه نيلسون مانديلا، ووصف بأنه باراك أوباما، وهذه الزاد يعني عمل عليها أيضا أبي أحمد كثيرا في تضخيمها وفي الاستفادة من ذلك المناخ، وتماهى مع موضوعه ومشروعه كثير جدا من الأثيوبيين في بداية عهده. ولكن سرعان ما انقلب عليه الساحل. يعني هو رجل ربما يقولون بأنه دكتاتور ناعم، يحاول أن يجمل دكتاتوريته ببعض القرارات، مثل أن جعل في حكومته نصف حكومته من النساء، يعني وهو نصير للنساء يعني حتى يطمئن هذا القطاع الواسع، يعني جعل بعض الحريات، فك بعض المعتقلين، قال كل الذين كانوا في الخارج دعاهم إلى أن يأتوا إلى الداخل، قام ببعض بعض الإجراءات كانت مفقودة في الواقع السياسي الأثيوبي. لذلك جعل. ولكن ألم تنعدم الثقة برواية أديس أبابا أستاذ جمال، خصوصا أنه في نوفمبر 2020 عندما أعلن السيطرة على إقليم تيغراي اطمأن الأثيوبيون واعتقد العالم بأن الأمور تحت السيطرة في أثيوبيا، ولكن سرعان ما انقلبت الأمور وعادت الجبهة للقتال؟ طبعا هنالك مؤشر مهم جدا جدا. أبي أحمد كان يفتكر بأنه قادر في ضربة خاطفة أن ينهي مقاومة جبهة التيغراي، وذلك ما قام به بمعاونة
في تستر كامل مع القوات الإريترية ومع حلفائه أيضا من بعض الجماعات المقاتلة في الصومال يعني. وقام بضربة خاطفة قوية استطاع في أسبوعين كما أراد هو أن يصل حتى مقلي وأن ينتزع تلك الحكومة التي كانت قد قامت الانتخابات ونصبت نفسها. هذا في نوفمبر 2020. نعم. وبعد ذلك يعني افتكر بأن هذا الأمر قد انتهى تماما وبأن الجبهة قد انتهت، ولكن يعني يعني لم تكن القراءة سليمة بأي حال من الأحوال. ربما الجبهة قد عدت نفسها إلى مرحلة قتال طويل جدا، وأصبحت المسألة مباشرة ما بين الجبهة وما بين أبي أحمد. المشروع السياسي لا بد أن يدمر، مثلما يعني أبي أحمد أنهى مشروع حكم التجراي الذي استمر 27 عاما منذ 1991 حتى 2018. هنالك يعني لاحظت في التصريحات المتبادلة ما بين الطرفين، هنالك رغبة في التشفي، هنالك رغبة في الانتقام. يعني أبي أحمد وصف جبهة التجراي بأبشع الألفاظ، حتى مواقع التواصل في تويتر وفي الفيسبوك سحبوا هذه الحسابات الخاصة بأبي أحمد لأنها استعملت بعض الكلمات العنصرية، وهم أيضا يقولون ذلك يعني بنفس الصفات. يعني صعب يعني هذا التوتر وهذا القبن وهذا التشفي الذي يدار. لذلك الآن أبي أحمد يفتكر أن معركته هي معركة عسكرية، وقف يعني ضد كل الحلول السلمية، ضد كل المبادرات التي قام بها من داخل يعني أثيوبيا ومن خارج أثيوبيا، الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة الأمريكية، وهو مصر على إنهاء هذه المواجهة بالحسم العسكري التام، ويقول بأنهم سنقبرهم تحت التراب. طيب قائد جبهة تحرير تيغراي جنرال تادسي وردي يقول أن قواته أعادت انتشارها ضمن خطة جديدة للعمليات العسكرية. ما هذه الاستراتيجية التي تتبعها الجبهة؟ هو يعني حتى نكون صادقين، يعني الجبهة تلقت ضربات قوية من الحكومة يعني ربما يعني، وذلك لا يعني أنها استسلمت يعني، ولا وذلك لا يعني بأنها قد فقدت المبادرة، وهذا ما أكدوه عندما قالوا أن ما يثار من العاصمة أديس أبابا هو مجرد دعاية حربية. نعم يعني فيها شيء من أشكال مبالغة، ويقول الحرب جولات يعني. نعم. مثل ما انتصروا يعني ووصلوا حتى إقليم عفر وأمهرة والآن ممكن يتقهقروا، ولكن وممكن الحكومة أن تصل حتى مقلي. نعم. ويمكن أن تقول أنها قد حسمت المعركة، ولكن المعركة لم تحسم. يعني بهذه الطريقة ليس لن تنحسم، يمكن أن تفتح جيوب أخرى، يمكن أن تفتح جبهات أخرى، يمكن أن تكون هنالك مواجهات طويلة الأمد، حرب عصابات مفتوحة. كل هذه الأمور واردة في الحرب الموجودة في داخل أثيوبيا الآن. لا نستطيع، حتى وإن أعلنت الحكومة بأنها الآن قد أنهت الحرب وقد قضت على جبهة التيغراي، ستكون هنالك جيوب، ستعود الحرب مرة ثانية، إلا أن يكون هنالك اتفاقا سياسيا. غادروها تكتيكيا لتنفيذ هجمات استراتيجية. يقولون كذلك، يقولون كذلك، ويمكن أن يفعلوا ذلك لأنهم يعني جبهة التيغراي جبهة مدربة على القتال، وهم مقاتلون يعني يتمتعوا بالشراسة، يتمتعوا بالقدرة العالية جدا على الصبر في المعارك، يتمتعون بتدريب عالي جدا، وربما الذي يزيد من فترة التوتر ويزيد من هذه المعركة، هنالك أطراف خارجية بدأت تظهر الآن بصورة جلية لصالح الطرفين. يعني هنالك من يتحدث، وهنالك يعني اتهامات متبادلة ما بين أديس أباب وبين جبهة التيغراي. جبهة التيغراي تتحدث بأن هنالك دول ربما سمت بعضها ولم تسمى البعض الآخر، تفتكر أن هنالك الصين موجودة مع أديس أباب، يفتكرون أن إسرائيل ودول إقليمية ودول إقليمية أخرى. أبي أحمد يتحدث بأن هنالك من يرتب صفوف التيغراي، وأن هنالك من بينهم رجال بيض أسماهم هكذا يعني ولم يسميهم يعني. ولكن الآن هنالك حرب إقليمية تدار، هنالك ربما حرب عالمية تدار، ونحن على مستوى المصالح نعرف تماما أن الولايات المتحدة الأمريكية
تريد أن تهيمن على أديس أبابا، على أثيوبيا، على هذه الدولة المهمة جدا في منطقة القرن الأفريقي، وأيضا تسابق إسرائيل، تسابق روسيا وتسابق الصين، والصين وروسيا قد يعني أعاقا صدور قرار لإدانة القيادات في داخل أثيوبيا أكثر من مرة في داخل مجلس الأمن، لأنهم يعلمون بأن المصالح الروسية والصينية في أديس أبابا ينبغي ألا تتأثر بأي صراع، وينبغي أن تظل الحكومة موجودة. لذلك يعني الصين تدعم أديس أبابا وروسيا تدعم أديس أبابا، وذلك أمر غير معلن، يعني لم يكن في الستر يعني. فهذه حرب دولية ربما تطيل أمد الحرب في داخل وأيضا في أديس أبابا أدان والتدخل في شأنه بالداخل. نعم، يعني بالخميس قامت مظاهرات في داخل أديس أبابا، ذهبت إلى السفارة الأمريكية، ذهبت إلى السفارة البريطانية، نددوا بموقف الدولتين، يظنون بأن لندن وواشنطن تدعمان جبهة التيغراي، ويعني هذا موقف معلن من الشعب في أثيوبيا، ويفتكرون أنه يعني كل الإعلانات التي تقوم بها السفارة الأمريكية بمحاولة يعني الحديث إلى رعاياها بمقادرة أديس أبابا لأن الوضع لم يكن آمن، هي محاولة لخلخلة الأمن ولزعزعة الطمأنينة في داخل المواطنين، وعكس للعالم بأنه أديس أبابا لم تكن آمن. بالحديث عن المظاهرات، في مظاهرات أخرى في أديس أبابا، بعض التابعين لجبهة تيغراي تحدثوا عن أن الحكومة المركزية أجبرت بعض من التيغراي في أديس أبابا للنزول إلى هذه المظاهرات والتنديد بشكل يعني إجباري، مجبرين على التنديد بما يفعله التيغراويون. طبعا يعني انت الحرب فيها كل شيء، يعني انت لا تستطيع ان تقول ان هذا حدث ام هذا لم يحدث. يعني ربما الحكومه طبعا حتحاول ان تستفيد من كل اليات العمل الاعلامي، حتى بالتاكيد عندها حلفاء من التيغراي ربما جاءت بهم الى الوسائط الاعلاميه ليظهروا بانهم يدينوا ما تقوم به جبهه تحرير التيغراي. يعني هذا ليس بعيد على حكومه بعيد، يعني ممكن يحدث عادي، يعني ممكن يحدث كثير جدا جدا يعني، وهي مرقم يعني. طيب أيضا الخارجية الأمريكية كان لها موقف وتحدثت عن أن خطورة الوضع ربما تتصاعد، وبالتالي أمريكا لازالت لحد اللحظة تقف مع التيغراي، وأيضا هناك ند كبير الصين تقف مع أديس أبابا. نعم، يعني السيد وزير الخارجية الأمريكي كان يتحدث الجمعة تقريبا في منتدى لرويترز، وتحدث يعني في حديثه قال نحن قلقون يعني بما يدير في أثيوبيا، وهذه الحرب ربما أدت إلى تمزيق الدولة، هذا هو كان تعبيره. ذلك ينم على أن الولايات المتحدة الأمريكية تعرف أن الحرب هذه الحرب لا طائل منها، ولا بد هي تريد أن يعني لا يخسر التيغراي الحرب تماما حتى لا يفقدوا يعني فرص الحوار، لا تكون في يدهم ما يحاورون به أو ما يضغطون به في داخل يعني المفاوضات القادمة إذا ما قامت. بدأ واضح بأن أمريكا لم تريد يعني لم تثق بعد في أبي أحمد، تريد واقعا سياسيا جديدا في أديس أبابا لم يكن على رأس أبي أحمد. لذلك المشروع الذي تحاول أن تصل إليه الولايات المتحدة الأمريكية تسوية سياسية تضمن وجود التيغراي الحليف الرئيسي للولايات المتحدة وللغرب في رأس الدولة الأثيوبية، حتى تضمن عدم سيطرة الصين وروسيا على هذه الدولة المهمة بالنسبة لي. يعني في تصريحات للتلفزيون الأثيوبي قائد العمليات العسكرية في الجيش باشا ديبلي يقول إن بلاده تواجه حربا غير مسبوقة، تقودها مجموعة تنتمي إلى أثيوبيا وتنفذ أجندات قوى خارجية لتدمير البلاد. تصريح خطير. نعم، من يتهم هنا قائد العمليات العسكرية؟ هو طبعا يتهم بصورة مباشرة الغرب، يعني يتهم بصورة مباشرة الولايات المتحدة الأمريكية، ويعني يتحدثون كثيرا بأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تظهر حكومة أديس أبابا بأنها حكومة غير مجمع عليها، رغم أنها حكومة منتخبة وأخذت تفويضا شعبيا، ولكن هذا المسار الذي تسير فيه حكومة أديس أبابا بقيادة أبي أحمد لم يكن مسارا مطمئنا بالنسبة للغرب، ولم يكن مسارا مطمئنا
بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، ذلك نتيجة للتقارب الكبير الذي يعني الآن يتم ما بين أديس أبابا وما بين الصين وما بين روسيا، وهنالك اتفاقات عسكرية وقعت، وهنالك زيارات. ربما كان قبل أشهر رئيس هيئة الأركان الجيش الأثيوبي كان في زيارة إلى موسكو ووقع العديد من الاتفاقيات. هنالك منظومة دفاع روسية تحرس صد النهضة. هذا التعاون العسكري وهذا التعاون الاقتصادي الذي يتم ما بين الصين وما بين أديس أبابا، أنت تعلم أن هذا الطريق الغاري الذي كنا نتحدث عنه والقطار الكهربائي الذي بنته الصين بأكثر من 4.5 مليار دولار، كل هذه الاستثمارات الآن الصين تقوم ببناء بنية تحتية كبيرة جدا جدا وطرق وما إلى ذلك في داخل الأراضي الأثيوبية. ذلك ما يقلق الولايات المتحدة الأمريكية، ذلك ما يجعل الولايات المتحدة الأمريكية غير راضية عن حكومة أبي أحمد التي اتجهت شرقا ولم تتجه غربا. لذلك دائما تتحدث الولايات المتحدة الأمريكية بأن الوضع لم يكن كما تصوره الحكومة، بأنها قد سيطرت، وفي تقديري بأن الولايات المتحدة الأمريكية ربما تستخدم سلاح العقوبات مثل ما استخدمته حتى تحيد إريتريا من هذه الحرب، يعني فرضت عقوبات على الحزب. لماذا إريتريا؟ هي تريد أن تضعف الموقف الحكومي في أديس أبابا، تريد أن تحقق جبهة التجراي بعض الانتصارات. وتعلم أن التحالف قوي بين أسمر وأديس أبابا. طبعاً إذا ما دخلت إريتريا مرة أخرى في هذه الحرب بصورة قاتلة بالتأكيد حتقضي على جبهة التجراي، لأن هنالك تكون مواجهات بين الشمال، تكون الجيوش محاصرة ما بين الشمال وما بين الشرق، يعني زي ما بسموها يعني العسكريين في 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 المصطلحات الدائرة أنها كماشة، يعني قوات تأتي من الشمال وقوات تأتي من الشرق ومن الغرب والجنوب. الحدود السودانية لا يستطيع التجري أن يدخلوا هذه الحدود السودانية، لذلك يمكن أن يقضي عليهم تماما. لذلك الولايات المتحدة الأمريكية فرضت عقوبات على الجيش الإريتري وعلى الحزب الحاكم وعلى بعض الجنرالات حتى تحيد إريتريا من هذه الحرب تماما، مثل ما تدخلت في الفترة الأولى. إذن لم يتبقى أمام الولايات المتحدة الأمريكية إلا أن تمارس ذات الضغوط على أديس أبابا، أن تفرض هذه العقوبات على قادة الجيش، أن تفرض ربما على أبي أحمد نفسه، على بعض القادة، حتى يعني تجبرهم إلى يعني الجلوس مع جبهة التجراي والوصول إلى اتفاق سياسي. هل تعتقد بأن هذا الخيار يلوح في الأفق في ظل الصفقات التي يعني تمت بين أثيوبيا وبعض الدول بخصوص يعني ربما طائرات مسيرة؟ طبعا هو أبي أحمد يعني هو بهذه الحرب يريد أن يصل إلى نهاية صفرية، يجعل جبهة التجراي في موقف تفاوض ضعيف، لا تستطيع أن تشاركه الحكم بشكل مؤثر، لا تستطيع أن تملي عليه شروط سياسية، لا تستطيع أن يعني أن تحقق مشروعها الذي وقعته في أديس أبابا في واشنطن مع 9 من الفصائل، بأن يرجع أو ترجع أثيوبيا إلى ذات الصورة القديمة التي تأسست عليها في اللي هي الأقاليم الإثنية. هو يريد أن يجعل دولة مركزية، وذلك المشروع السياسي الذي اختلف فيه مع التجري عندما جاءوا في 1991 جعلوا أثيوبيا 10 يعني أقاليم إثنية. هو يريد أن يجعل الدولة دولة مركزية، ويجعل أن يريد أحزاب ربما بأفكار وليست بإثنيات أو ما. هذا هو الصراع ما بين المشروعين. أبي أحمد إذا ما استطاع أن يحقق نصرا كاسحا على الأرض على جبهة التجراي، سوف يجعل جبهة التجراي في موقف سياسي تفاوضي ضعيف، وتأتي لتزعن لكل الشروط التي تمليها عليهم أديس أبابا، وذلك ما لا يريده الأمريكان. لذلك يدعمون أن تقف الحرب الآن في هذا الوقت بالتحديد. يعني ربما هنالك مشكلة إنسانية حقيقة حصلت يتحدثون عنها، وهنالك العديد من المشاكل، ولكن حتى يكون الموقف التفاوضي متكافي على الأقل. طيب، الجيش الأثيوبي طبعا أعلن زوال الخطر عن العاصمة، وأكيد لهذا أسباب، ربما الطائرات المسيرة التي يقال بأنها يعني شرتها من تركيا أو ربما من دول أخرى. ولكن عندما ننظر إلى هذا النزاع بنظرة أوسع وأعمق، ألا تعتقد بأن
إسرائيل ربما تلعب دور بالضغط على الولايات المتحدة الأمريكية ل يعني ربما التوقف عن الضغط على أبي أحمد؟ يعني المصالح الأمريكية الأمريكية والإسرائيلية، وخصوصا أنك تحدثت إلى خيار العقوبات على أديس أبابا. نعم، يعني هنالك طبعا إسرائيل الآن مهتمة جدا بالملف النووي الإيراني. نعم. وتريد أن يعني أن تضغط على أمريكا في هذا الملف يعني، ولكنها قبلت 3000 من الأثيوبيين اليهود. نعم طبعا، يعني هم يعني حتى لو لاحظت هذه الوضعية لم تكن وضعية مريحة للأثيوبيين اليهود الفلاشة. نعم. الذين رحلوا في الثمانينات في آخر عهد جعفر. نعم. محمد نمير يعني، ولكن يعني الملف الإيراني بالنسبة لإسرائيل أهم كثير جدا من الوجود الإسرائيلي في أديس أبابا أو سلامة أديس أبابا بصورة عامة. لذلك أنا لا أرى بأن هذا الأمر مطروح الآن ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وتل أبيب. يعني الملف الحاضر الآن في مفاوضات فيينا، أديس أبابا يعني تل أبيب تحاول أن تضغط من أجل أن يعني تضغط الولايات المتحدة الأمريكية على عقوبات. هي تخشى جدا الآن من أن إيران قد قارب من يعني تصنيع القنبلة الذرية، وهذا أمر مزعج جدا جدا، وهذا هو يعني ربما الخبر أو الأهم في الأخبار الآن العالمية ربما. يعني ربما هناك أولويات أخرى. أيوة هنالك أولويات أخرى بالتحديد. يعني فلا أظن أن أديس أبابا يعني مصالحها تتأثر كثيرا، لأنه إسرائيل ربما علاقتها الاستراتيجية وقواعدها العسكرية الموجودة في البحر الأحمر موجودة مع إريتريا، يعني لم تكن مع أديس أبابا بشكل أو بآخر. والعلاقات ما بين أديس أبابا وإسرائيل لم تكن استراتيجية بشكل كبير، يعني بالنسبة لإسرائيل مهمة بالنسبة لإسرائيل إريتريا، مهمة بالنسبة لها جيبوتي، مضيق باب المندب وما إلى ذلك. يعني طيب، عندما نتحدث عن الطائرات المسيرة، يعني تزامن التقارب الإماراتي التركي مع هذه الانتصارات على الأرض لأبي أحمد، وبالتالي كان هناك ربط بين هذه ترطيب الأجواء بين أبوظبي وأنقرة والانتصارات للجيش الأثيوبي. طبعا يعني هنالك يعني اكثر من اتهام يعني من جبهه التجري ربما، وبالتزامن مع اتهامات التجري. نعم. يعني يقولون بان الاماراتيين داعمين لابي احمد وداعمين، ولكن الشاهد في الامر في انه من 21 سبتمبر حتى 25 اكتوبر، يعني هذا الامر كان يعني حاسما جدا. هنالك يعني برامج التتبع الطيراني رصد ان هنالك اكثر من 100 رحله من مطار أبو ظبي إلى مطار أديس أبابا، قامت بها يعني شركتين من شركة وشركة إسبانية اسمها يوروب إير، قامت ب 79 رحلة، والأخرى شركة أوكرانية، وهي الطائرات كلها كانت من طائرات يوشن، طائرات شحن عسكري. يعني هذا ما رصد وهذا ما رشح بأن أكثر من 100 رحلة لطائرات عسكرية يوشن طائرة شحن جاءت. وبعض يعني التقارير الصحفية تكلمت بأنها رأت والأقمار الصناعية رصدت يعني طيارات مسيرة صينية موجودة في 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 القواعد العسكرية، وأخرى تركية ربما. تركية ربما، أنت تعرف إنه هنالك برضو اتفاق يعني اتفاق عسكري ما بين تركيا وأديس أبابا يعني. وكانت هناك زيارات رسمية. وكانت زيارة رسمية وكان هناك تعاون عسكري، وطبعا روسيا تبيع السلاح لمن يرغب يعني. نعم. وهي يعني لها يعني إمكانيات هائلة في مسألة صنع الطيارات المسيرة وما إلى ذلك. نعم. ولكن الحرب تغيرت بتكتيك عسكري بعد أن يعني هزم ربما أو خسر، دعنا نقول خسر ربما الجيش الأثيوبي بصورة مباشرة في تحركاته على مستوى الآليات، على مستوى المشاة، في مواجهات غير متكافئة ما بين الجيش النظامي وما بين حرب العصابات، الذي كلفت الجيش الأثيوبي كثير جدا من العتاد وكثير جدا من المدرعات. لذلك ربما غير استراتيجيته في التعامل مع جبهة التيغراي بأن بدأ يتعامل بالطيران، وبدأ يتعامل بالطيران بصورة فاعلة، ربما حيد كثير جدا من المناطق، وربما جعل قوات جبهة تيغراي تخرج من المدن لتختبئ بالغابات،
لذلك عاد انتشاره. تم الحديث عن المسيرات التركية التي حققت نجاحات عديدة في أذربيجان وفي ليبيا وفي يعني سوريا ربما ستكون فاعلة. طبعا هذه الطائرات المسيرة لها قدرة عالية جدا على إصابة الهدف بدقة، لها قدرة عالية جدا على المناورة، لها قدرة عالية جدا جدا على التأثير المباشر في الحرب يعني. لذلك ربما تكون بالتأكيد يعني الطائرات المسيرة لعبت دور حقيقي على مستوى الأرض، وربما ذلك الذي طمأن أبي أحمد أن يذهب إلى بعض جبهات القتال ليتفقد، لأنه يعلم بأن هذا التأثير الكبير جدا سيجعل قوات التجراي تتقهقر وترجع كثير جدا من الخطوات إلى الوراء، وذلك ما فعل. الآن يتحدثون بأن لم يكن في إقليم العفر إلا بعض الجيوب الآن تحاول القوات الفيدرالية مع العفر مع كتائب العفر أو جبهة العفر المسلحة يعني تمشيط هذه الجيوب، والمعارك تدار الآن في إقليم أمهرة، ويقولون بأنهم لن يتوقفوا. يعني هذا هو الأمر يعني اللافت، أن الحكومة تقول بأنها لن تتوقف ولن تقف هذه الحرب حتى تصل يعني إلى نهاياتها، ربما إلى ما بعد يعني. وباعتمادها سياسة الطيران، الأمم المتحدة تتحدث عن يعني تحذر من العنف الطائفي الذي يهدد بتقسيم إثيوبيا، وتخشى من تكرار مشهد فوضى مطار كابول في أديس أبابا، وأن 26 مليون إثيوبي يحتاجون إلى المساعدات، بينهم 9 ملايين شخص يعتمدون على الحصص الغذائية أغلبهم من التجراي. طبعا الوضع الإنساني هذا جانب آخر، هذا وضع مأساوي. الأمم المتحدة أيضا تتحدث بأنها تحتاج إلى 1.2 مليار دولار من أجل مواجهة المجاعة، سمتها كذا المجاعة في شمال أثيوبيا. نحن نتحدث عن إقليم، إذا ما جمعنا إقليم التجري مع إقليم أمهرة مع إقليم العفر مع إقليم بني شنقول في الشمال، هؤلاء أكثر من 45 مليون فرد عندما يتحركون هؤلاء دون يعني، وتعطلت الحياة تماما يعني. الآن في إقليم التجري قطعت الكهرباء، ليس هناك كهرباء، ليس هناك اتصالات، ارتفاع معدلات سوء التغذية، مسألة التغذية، ليس هنالك متاجر فاتحة، ليس هنالك عمل يعني. أنت تتحدث عن كارثة إنسانية بلا شك يعني، ويعتمدون على المساعدات الإنسانية. نعم يعتمدون على المساعدات. إذا لم تتوفر هذه المبالغ المالية التي قدرت ب 1.2 مليار دولار للأمم المتحدة في أن تطعم هؤلاء، أين يذهبون؟ سوف تتحرك كل هذه المنطقة، تخيل أن يتحرك أكثر من 50 مليون إما نازح. ربما الحديث عن احتياجات تقدر ب500 شاحنة في اللي أعتقد فقط للتجراي، يعني دخلت تقريبا أنا على ما أذكر الأسبوع الماضي 125 شاحنة، دي أول مرة منذ أكتوبر الماضي ربما دخلت إلى إلى مقلي، وأخذوا يعني إعانة غذائية مباشرة، ولكن هنالك أكثر يعني أكثر بكثير من هذا العدد يعني. هنالك أعداد محاصرة في مناطق ربما لا تستطيع أن تصل إليها المنظمات يعني، ما قطعت عنهم الطرق، ظروفهم الحياتية صعبة جدا، ظروف التنقل، عدم الأمان، كل هذا يحدث الآن في هذه المنطقة. فنحن ربما حتى لو انتهت هذه الحرب عسكريا، نحن أمام حرب كبيرة جدا إنسانية لا يستطيع أحد أن يدفع تكلفتها. هنالك الآن المرافق دمرت، هنالك أكثر من 300 مدرسة دمرت، هنالك خدمات تماما في المستشفيات، هنالك خدمات انتهت تماما في الطرق، في الكباري، ما إلى ذلك. كيف ستعود حياة الناس؟ هل حيكون هنالك تعايش سياسي سلمي ما بين هذه الأعراق؟ بما يعني نحن عندما انتهت الحرب في التجراي الفترة الأولى، عندما قال يعني الناس لم يتحدثون عن الفضائع إلا بعد أن دخلت المنظمات وعلم الناس بأن القوات الإريترية دخلت إقليم التجراي ومارست اغتصابا ممنهجا وإبادة جماعية وما إلى ذلك، فكانت الفضائع في العالم. وهذه سببة تشيطن هذه المنظمات. نعم يعني نعم وتشيطن. فنحن إذا منتهينا من هذه الحرب سندخل إلى حرب أخرى،
حندخل إلى حرب إنسانية، حندخل إلى حرب إعلامية، حرب بينها وبين المنظمات، حربها بين وبين الأقاليم الأخرى التي ما زالت تتحرك، يعني لتنظر كيف تتعامل الحكومة المركزية مع بقية الأقليات. يعني هل سينجح مشروع أبي أحمد بعد ذلك في يطمئن الآخرين بأنه يعني ما يزال هو القائد الملهم الذي يمكن أن يجمع الأثيوبيون؟ ولكن أصابع الاتهام توجه اليوم إلى أديس أبابا والقوات الفيدرالية، لأنك عندما تتبع سياسة الطيران، ونعلم بأن جبهة تيغراي لا تتبع سياسة الجيوش بالطوابير وما إلى ذلك، يذهبون إلى الجبال ولا المخابئ، وبالتالي أنت عندما تسيطر جبهة تيغراي على بلدة معينة ستقصفها وستذهب كثير من المدنيين ضحية هذا القصف. طبعا يعني العدد الضحايا المدنيين من هذه الحرب ربما يكون عدد كبير جدا، ليس هناك احصائيات دقيقه، ولكن بالتاكيد يعني انا شاهدت يعني مراسل احد القنوات الذي وصل الى الجبهه قال وجدنا مئات الجثث في الطرقات. عندما دخلوا الى احد المدن قال وجدنا مئات الجثث في الطرقات لقتلى، من بينهم مدنيين، من بينهم عسكريين، من بينهم من جبهه تيغراي. فهذه الحرب لا تفرق ما بين عسكري وما بين مدني، ولكن ربما يعني حتى بعض يعني المواقع في شهر أغسطس الماضي تحدثوا الناس عندما دخلت جبهة تيغراي إلى إقليم العفر بأنها هاجمت بعض المخيمات التي كان يقطن فيها بعض النازحين، وقتلت أكثر من 221، معظمهم من النساء ومن الأطفال. هنالك عدد كبير جدا جدا، من لم يعني من نجا من الحرب ولم يقتله الرصاص ستقتله المجاعة بلا شك. لذلك هذه الحرب تكلفتها الإنسانية باهظة جدا جدا، لا يستطيع أحد أن يتحملها، لا تستطيع أثيوبيا هذه الدولة التي تعاني الكثير جدا من الإشكالات، هذا الموسم الزراعي الذي لم يكن موسما ناجحا بكل صورة من الصور. هناك إشكالات في أقاليم أخرى في الجنوب، ما بإقليم الأورومو، في إقليم الصوماليا، يعني لن تهدأ أثيوبيا، ولن يستطيع أبي أحمد أن يجمع خيوط هذه الأمور السياسية ويعود إلى أديس أبابا كمنتصر وكقائد يمكن أن ينهض بأثيوبيا كما كان في 2018. ولكن يعني ربما خيار المفاوضات بالوقائع وبالمعطيات ربما لا يلوح في الأفق، لأنه أديس أبابا تتهم تيغراي بالإرهابيين، وتيغراي يتهمون النظام في أديس أبابا بالنظام الفاشي، وبالتالي وبالنظر لكل هذه المعطيات فإن خيار الجلوس على طاولة واحدة بعيد. هو طبعا بالتأكيد ما يحدث الآن على الأرض يعني هذه التوصيفات التي تخرج من أديس أبابا ومن الجهة الأخرى تشي بأن الخيار بعيد، وخصوصا وأن الغرب والمجتمع الدولي لا يريد هذا الخيار. طبعا لحد الآن الخيار الموجود بالنسبة لجبهة تيغراي، ربما تحدث القائد جبهة تيغراي في آخر حديث له تحدث بأن أبي أحمد فوت فرصة للسلام، ربما لأول مرة يعني في الفترة الأخيرة لا نجح، وهو الرجل الحاصل على جائزة نوبل للسلام عام 2019. نعم، ولكن أبي أحمد الآن ربما خياره هو خيار الحرب بأي حال من الأحوال، كما قلت لك يريد أن يصل إلى المرحلة الصفرية حتى تأتي يعني جبهة تيغراي إلى التفاوض وهي صاغرة، ويملي عليها كل الشروط الذي يريدها، يغير حكومة إقليم تيغراي، يفرض عليه يعني نظاما جديدا ربما أو انتخابات بشكل أو بآخر، يغير التركيبة السياسية القائدة في هذا الإقليم، ويريد أن ينهي هذا الصراع عسكريا بداية قبل أن يجلس في مقصر التفاوض. ولكن كما قلت لك ربما الغرب لا يريد أن تصل جبهة تيغراي إلى لحظة الصفر حتى لا تمتلك أوراق للتفاوض، لذلك ربما نشهد في بعض الأيام القليلة القادمة ربما تفرض بعض العقوبات على أديس أبابا إن لم تزعن إلى التفاوض، إن لم تقبل التفاوض وتستمر الحرب وتستمر الخسائر في إثيوبيا. أستاذ جمال، جبهة تيغراي عينها على السلطة، لماذا وضعت شعب تيغراي في نفس الخانة؟
طبعا يعني الان لا يمكن يعني حتى لو انتصرت جبهه التجراي لا تستطيع ان تدخل اديس ابابا وان تحكم ثاني مره اخرى. جبهه التجراي لها عداوات كبيره جدا عندما حكمت مع كثير من القوميات ل 27 عاما مع كثير من القوميات ولا تستطيع ان تعود للحكم مره اخرى، ولكنها هي لا تريد ابي احمد في اي صوره من الصور، تريد اي قائد جديد يمكن ان يحقق بعض الوئام، ممكن ان يجعل لها بعض المكاسب مثل ما كانت أبي أحمد عندما جاء غير كل القيادات العليا التي كانت في الدولة من جبهة التجراي، وهم كانوا يعني على رأس الأجهزة الأمنية بالتحديد لمدة 17 عام لم يحدث تغيير في قيادة الأجهزة الأمنية في أديس أبابا إلا بعدما جاء أبي أحمد، وربما كانت هذه هي الشرارة الأولى التي جعلت هذا العداء بهذه الصورة العالية وبهذه الصورة القوية ما بين أبي أحمد وما بين التجراي. جبهة التجراي إذا ما هي تريد مشروعا سياسيا وفترة انتقالية هكذا يسمونه يعني يبعد أبي أحمد من السلطة، ربما بعد ذلك تستطيع بالتعاون مع أورومو. نعم مع أورومو مع بن شنقول مع بعض الفصائل التسعة التي وقعت معها اتفاقا في أكتوبر الماضي في 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 نوفمبر الماضي في واشنطن، وسموا نفسهم التحالف الفيدرالي الكونفدرالي الأثيوبي، يعني ربما يريدون واقعا جديدا في أثيوبيا بذات التقسيمة الإقليمية الإثنية التي كانت في عام 1991 عندما دخلت جبهة التجراي وأسقطت نظام منغستو هالي مريم. ولكن هذا المشروع على الأقل الآن يبدو بعيدا، يعني بعد إذا لم يعني يكون هنالك معادلة أو إذا لم تفتح جيوب أخرى للقتال مع أديس أبابا أو إذا لم تعلن أديس أبابا بأنها قبلت الآن تحت الضغوط الدولية التفاوض، ربما تتحدث المسألة. طيب أستاذ جمال، أخيرا خيار أو ربما سيناريو تقسيم إثيوبيا، من المستفيد منه ومن الخاسر؟ أنا في تقديري إثيوبيا لم تعد بعد الحرب مثل إثيوبيا قبل الحرب، ولم يعد أبي أحمد بذلك القائد الملهم والفتى الذي كان ينظر إليه بأنه هو المنقذ لأثيوبيا من ويلاتها ومشكلاتها الاقتصادية والأمنية والسياسية. ربما يعني هنالك إذا ما انتهت هذه الحرب ستظهر هنالك مشاكل كبيرة جدا، حتظهر مشاكل إنسانية، حتظهر مشاكل سياسية، حتظهر مشاكل اضطرابات أمنية، حتظهر مشاكل كبيرة جدا في داخل أثيوبيا. هل أبي أحمد قادر على أن يستوعب ويتعامل مع كل هذه المشكلات، أم إنه يصر على شخصية الرجل القوي الذي يحسم الأمور عسكريا؟ هذا هو الخطر الذي أنا أتوقع أنه أبي أحمد سيكون خطرا على أثيوبيا، ربما يؤدي إلى تمزيقها وإلى استقلال بعض القوميات، لأن الدستور يعني في مادته 32 يضمن استقلالية بعض الأقاليم. شكرا لك أستاذ جمال الدين علي الباحث في شؤون القرن الأفريقي، شكرا لك على كل هذه التفاصيل، والشكر موصول إليكم مشاهدينا الكرام، دمتم في أمان الله وحفظه.